رئيس الجمهورية أجرى بعد ذلك محادثات موسعة مع وفد جمهورية النيجر، حضرها عن الجانب النيجيري الوزير الأول السيد علي محمد لامين زين والوفد الوزاري الهام المرافق له، كما حضر هذه المحادثات الموسعة عن الجانب الجزائري رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، وعدد من أعضاء الحكومة.